في سهرية خاصة نجيب مع أصحابك بعد مهرجان القاهرة السينمائي، بعد سهرة من سهرات مهرجان القاهرة السينمائي. كلموك صدعوك العشاء، معناتها في دار مرأة أنت كنت تعتقد أنه هي أختك، ما أنت حاسبها كيف أختك دي موا. استغلت أنك ماكش في حالة عادية وحاولت أنها تغتصبك. خل نكملوا الموضوع به. أنا خدت صارت لي برشا مرة كل تواثة معناك. وانت وقتها صديتها، والشيء هذا عمل لك نوعا ما مشاكل، معناتها مع الدومين معها هي، وهي بويسك عندها علاقات وكل شيء. تحرقت شوي. لا هذا من موضوع هذا ما تنجمش تحكي. لا هي راهو الفيرسيون هذه معناها العبد اللي يحكيها لك ما نعرفش شكون. انا عندي شك في حد حكى لك الحكايه معناها 50% غلط. ما نعرفش كان تقصد على الحكايه اللي باش نقولها لك انا ولا ان توكا برشا برشا فيها غلط اللي كما قلتها لي انت الحكايه هذه. بعد كنت حاضر في الاوفرتور نتاع جي سي سي في المهرجان القاهره في عام من الاعوام. يونامي اموا استدعتني، مش استدعتني، قالت لي راهو مستدعينك للعشاء. فوالا اسكو تحب تجي معايا ولا؟ مشيت سهرت بحذاهم وفي الحاله العاديه نتاعي دونك هذايا غالطه كومبليتمون. جاو برشا فما جو بوم معناها فما جو داناناس فما ماء فما حاجات اخرين. صارنا كنا اون ايتي فانتين دو بيرسون وقيت روحي في الاخر مع الخمسه سته نتاع الصباح معناها السبعه وسهرنا وروحت على روحي كاو راس راس معناها قعدنا الاخر راس راس. قعدك معها الخمسه نتاع الصباح راس راس؟ الغربه قالت لي انت ما تكلمش مليح مصري تو نعلمك شويه بدينا نهروا شويه. هي تعلمك في المصري؟ اي دو فيل اون ايغوي خاطر في مصر هي مصري. مراجعه رجعنا لك المراجعه. ندوروا نرجعوا للمراجعه. المراجعه كبر ما عادش بالجيت بوم. اي البنات هاوكا نجيب راهو مشكل الاولاد الاخرين. معناها اللي حاجتها بنجيب لا تقول له محلاك لا نخطبك لا عجبتني لا بنت حلال، تقول له راجعوا وتجيب معاها باكو جو.